تبذل ليبيا مزيداً من الجهود في مكافحة فيروس كورونا، والوباء يتفاقم يوماً بعد يوم. السلطات ورغم صرف الملايين إلا أنها عجزت عن توفير الأمان للمواطن وأن تحميه من هذا الوباء اللعين. ولكن هل المسؤولية تقع فقط على الدولة أم أن المواطن أيضاً يتحمل جزءاً منها؟ في هذه الحلقة من هنا ليبيا سنتناول مدى انتشار الوضع الوبائي في بعض المدن الليبية. كورونا أزمة تتفاقم في انتظار الحل. جوزات الجفرة تعود للعمل. إنتاج العسل بدلاً من إنتاج الفحم في درنة. مشاهدينا أهلا بكم في حلقة جديدة من هنا ليبيا، حيث أعلن المختبر الطبي التابع لإدارة الخدمات الصحية في بني وليد تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلدية بعد فحص 128 عينة تسلمها المختبر من فريق التقصي والاستجابة السريعة لفحصها. طلب الطاقم الطبي العامل بقسم العزل في مستشفى ودان العام والتابع للجنة الطبية التنفيذية لمجابهة كورونا بالبلدية الجفرة في بيان لهم بضرورة التحاق الكوادر الطبية والطبية المساعدة بمقر عملهم، وذلك للحاجة الماسة لهم. نظرا لازدياد حالات الاشتباه والإصابة والوفيات في بلدية الجفرة نتيجة لشراسة الفيروس وسرعة انتشاره وازدياد الحالات بأعداد كبيرة للمترددين على مركز الفلترة واكتظاظ الحالات بقسم العزل السريري، وأن هذا الوضع نتيجة لازدياد الحالات قد يؤدي إلى انهيار المنظومة الصحية بسبب قلة العناصر الطبية والطبية المساعدة التي تتواجد بأعداد بسيطة بقسم العزل السريري، والتي أنهكت بسبب تزايد الحالات على القسم والغير قادرين على استيعاب حالات أخرى بسبب الضغط النفسي والجسدي لهذه العناصر المستمرة في العمل منذ بداية الجائحة. فنهيب إلى كافة العناصر الطبية والطبية المساعدة والمعاونين الصحيين بالبلدية إلى تلبية نداء الواجب وشرف المهنة الطبية المخلصة لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للحالات المصابة بقسم العزل السريري لأهالينا بمنطقة الجفرة. وبالرغم من النداءات المتكررة لهذه العناصر منذ بداية الجائحة وامتناع أغلب العناصر لسد العجز وتقديم الخدمات، فإن الأمر أصبح يشكل خطر على مواطنينا بالمنطقة. وإذا استمر هذا العزوف وعدم التحاق العناصر الطبية والطبية المساعدة، فإن العناصر الموجودة حاليا غير قادرة على استيعاب حالات أكثر، وقد يؤدي هذا التفاقم إلى إغلاق القسم نتيجة لعدم وجود من يقدم الخدمات. فإن هذه الإحاطة نقدمها إلى أهلنا بالبلدية، وبكل أسف ليس لإثارة القلق والترعيب، ولكنه واقع عصيب تعيشه العناصر القليلة والبسيطة بسبب ازدياد عدد الحالات وعدم قدرتها على استيعاب حالات أخرى. فنأمل من الجميع أخذ هذه الإحاطة بعين الاعتبار والعمل على الالتحاق الفوري والعاجل لسد حاجة النقص، والتواصل مع رئيس الفريق الطبي بالبلدية الدكتور مسعود حميد الغرياني. ومن داخل مستشفى ودان العام تجولت عدسة قناتنا لرصد الإمكانات التي يعمل في ظلها عناصر الأطقم الطبية والطبية المساعدة، ورسلنا الزبير العربي والتفاصيل. ازدياد حالات الإصابة وارتفاع معدل الوفيات بالجفرة جراء الانتشار الشرس لفيروس كورونا
ونقص حاد في الإمكانيات وخاصة التشغيلية لقسم العزل السريري الجفرة بمستشفى ودان. كل هذه الظروف الصعبة كانت ولا تزال تعيق عمل العناصر الطبية داخل القسم. مشكلة أخرى تضاف اليوم وهي عدم إقبال العناصر الطبية والطبية المساعدة على العمل داخل المركز رغم العدد الكبير من النزلاء الذي لا يتناسب مع عدد العناصر القائمين على أعمال هذا المركز. أرسل هذه الرسالة ونحن الآن في وضع حرج جدا، حيث أن عدد الحالات بلغ 9 حالات. قسم العناية الفائقة فيه 4 حالات، يعني السعة السرية القسم العناية الفائقة الآن معبأ بالكامل. وضع الطاقم الطبي في وضع يعني لا يحسد عليه، وضع الطاقم الطبي تحت إرهاق جسمي ونفسي وذهني. وتم الاتفاق الآن كيف ما كنا في اجتماع الآن أن يجب على منطقة الجفرة العمل على زيادة عدد الفريق الطبي، حيث أن الفريق الطبي العدد الموجود لا يتناسب مع عدد الحالات الموجودة. الآن عدد الفريق الطبي 12 عنصر، وعدد الحالات الموجودة في قسم العناية 4 حالات، وعدد الحالات اللي هي موجودة في القسم 5 حالات، يعني 9 حالات. لا يمكن ل 12 عنصر من العناصر الطبية أن هي تقوم بالعمل والحرص على سلامة المرضى الموجودين. إذا كان استمر الوضع بالشكل هذا حيكون هناك إرهاق زيادة للإرهاق الموجود، إرهاق جسمي، إرهاق عصبي، وهذا قد ينتج عنه أخطاء طبية نحن لا نتحمل مسؤوليتها. مع كل هذه الظروف الصعبة إلا أن العناصر الطبية بداخل العزل أصبحت تقدم خدمات أخرى إلى جانب الرعاية الصحية كأعمال النظافة الشخصية للنزيل وتنظيف المركز بشكل مستمر طيلة اليوم، دون أن تقوم وزارة الصحة بتكليف ذوي الاختصاص بالقيام بهذه الأعمال. فهل سنرى لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية استجابة لهذه الأزمة، أم سيغلق العزل أبوابه وتحدث كارثة لا يحمد عقباها؟ لقناة WTV الزبير العربي، المركز العزل السريري بودان. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من الجفرة زبير العربي. نرحب بك زبير. يعني بزيادة حالات المصابين بفيروس كورونا، عدد كبير من الوفيات، نقص في الإمكانات، لربما سيكون هناك انهيار في المنظومة لقلة وجود الأطقم الطبية والطبية المساعدة، ما سبب عزوف هذه الأطقم عن أداء عملها وتلبية النداء؟ نعم، بداية نرحب بك وبكل السادة المشاهدين. في البداية خلينا نوقف شوية على الوضع الوبائي داخل منطقة الجفرة. اليوم الوضع أصبح يزداد تعصب صعوبة عن اليوم الذي قبله. اليوم 45 حالة اشتباه وصلت إلى المركز أو لقسم الفلترة بمستشفى العافية، وتم سحب عينات ل 45 شخص، منهم 33 حالة موجبة و 12 حالة سالبة. 33 هذين منهم 14 حالة حرجة جدا، يعني في احتمال كبير أن هي تحتاج للدخول لقسم العزل. اليوم أصبح الحالات هذه تتعامل معها فرق الرصد والتقصي والعناصر الطبية بأن أصبحت العناية وحتى إمداد الأكسجين بدأ يعطى للمريض داخل منزله. يعني مع السعة السريرية لقسم العزل لا تكفي، أكثر من حالة وصلت إلى قسم العزل وتم رجوعها بسبب أن ابتلاء هذا العناصر الطبية والطبية المساعدة اللي أشرنا لها وأشار لها السيد عبد الرحمن المليسي رئيس اللجنة الطبية التنفيذية بالجفرة، أن العناصر الطبية والطبية المساعدة بمنطقة الجفرة بالكامل نفس الأشخاص اللي هم بدوا من بداية الجائحة إلى الآن هم 12 شخص. أمس توجهنا طبعا لقسم العزل السريري بمستشفى ودان العام، من بين هذه العناصر الطبية اللي هي تزاول في أعمالها اليوم في عناصر مصابة بفيروس كورونا، مصابة وتشتغل على الحالات، لأن الوضع مع لو لأنهم خرجوا حيفقدوا الحالات هذين، حتفقد حياتها بالتأكيد. نعم طيب، لأنه ما فيش من يشغل. نعم طيب، المجلس التسييري أو المجلس البلدي في هذه البلدية كيف تعامل مع هذا الوضع؟ هو كيف المجلس البلدي او المجلس التسديري اصدر بيان، وحتى هم موجودين في خلال البيان اللي اصدرته الفرق الطبيه والطبيه المساعده بالمركز. المجلس التسييري حاضر، عضو المجلس اللي مكلف بالملف هذا حاضر معهم، ولكن هو مع الاسف الخطا هنا وقع على وزاره الصحه. من البدايه لم تصدر قرار الزامي للعناصر الطبيه والطبيه المساعده ان هي تلتحق بقسم العزل، وهذه الحجه اللي يستخدم فيها الكثير. قلنا مع الاسف لبوا النداء، ولكن مع الاسف الشديد البقيه لم تلبي النداء مع الاسف. ومع هذا كله
العناصر الطبية اللي موجودة داخل قسم العزل أكثر من حالة خرجت مصابة من القسم نتيجة للإنهاك اللي تعرضونا، وأكثر من مرة كانت في نداءات من الرئيس الفريق الطبي والطبي المساعد بالمركز يقول إنه هو من خلال الإذاعات المحلية أو من خلال الإذاعات المرئية يقول إن الوضع راه خرج عن السيطرة والفريق الطبي يحتضر. نعم. اليوم وصلنا إلى نقطة أن هي تفصلنا ساعات قليلة على انهيار الوضع أو النظام الصحي داخل المنطقة. وضع في يعني في وصل لربما لحد كبير جدا من الخطورة. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من الجفرة الزبير العربي، وضعتنا في كل الإحاطة والوضع الوبائي في بلدية الجفرة. اجتمع عميد بلدية الغريفة واللجنة الفرعية لمكافحة الوباء ومدراء المكاتب الصحية على مستوى البلدية لذلك أو من أجل تقييم الوضع الوبائي في المنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مجابهة الوباء. دعونا لهذا الاجتماع والذي يضم طبعا بحضور عميد المجلس البلدي للبلدية واللجنة الفرعية بأكملها ومدراء المراكز الصحية على مستوى البلدية ومكتب الشؤون الصحية وادي الأجال. الهدف من هذا الاجتماع طبعا لتقييم الوضع الوبائي على مستوى البلدية ولمناقشة الوضع واتخاذ الإجراءات التي يجب أن تتخذ لمجابهة هذا الوباء. طبعا من خلال النقاش الموسع بخصوص هذا الموضوع تم المناقشة والاطلاع على المستوى الوبائي من خلال فريق الراصد والتقصي، أعطانا الوضع الوبائي على مستوى محلات البلدية. طبعا الإجراءات التي تم الاتفاق عليها أولا طبعا حيكون هنالك مسح شامل على مستوى البلدية من خلال المساحات والكتات التي قدمت لنا من مكتب التنمية المستدامة، هنعمل مسح لكل محلات البلدية لتقييم الوضع الوبائي. كذلك ركزنا على الجانب المهم ألا وهو الجانب التوعوي، وهذا الجانب حياخذ مساحة أوسع وتوسيع فريق التوعية والنزول إلى المناطق، النزول للمؤسسات التعليمية والمساجد وكذلك لكل المناشط التجارية لتوعية المواطنين لأخذ بالإجراءات الاحترازية التي يجب أن تتبع. ستكون هنالك أيضا دعوة بعد غدا بإذن الله لخطباء وأئمة المساجد لما للمساجد من أهمية في الجانب التوعوي للتأكيد على الخطباء أن لا بد يعطوا هذا الجانب حيزا من وقتهم لتنبيه المواطنين بالإجراءات الاحترازية سواء كان، وهذه متبعة جزء منها في المساجد ولكن أيضا مأخوذ جزء من المساجد. نلاحظ أن هنالك في تباعد في جلوس المصلين ووقوفهم ولكن ما زال هنالك تدافعا في الأبواب وتدافعا خارج الساحات وعدم التزام بارتداء الكمامات من بعض أيضا المواطنين. هذا اللي أردنا نؤكد عليه أنه يساهم معنا المسجد في عملية توعية المواطن. حيكون لدينا أيضا نزول لكل الساحات للمؤسسات التعليمية لكل المناشط لتوعية المواطنين والأساس في عملية التوعية لا هو المواطن، نركز على المواطن ونتمنى أن المواطن يكون على ذو أهمية ومسؤولية في عملية التوعية والتباعد حفاظا على سلامته وسلامة عائلته وسلامة المجتمع بالكامل. ومعنا مراسلنا من أوباري عبد السلام الحيطوم. عبد السلام نرحب بك، يعني كان معنا زبير العربي وتحدث معنا على الأوضاع المزرية حقيقة في بلدية الجفرة. ماذا عن أوباري؟ نعم، بداية مرحبتين بك زميل الصباح وكل العاملين في قناة دبليو تي في. الوضع في بلدية أوباري والبلديات المجاورة سواء كانت بلدية الغريفة أو بلدية بنتبية لا يختلف كثيرا عن المدن الأخرى في ربوع ليبيا، ولكن سنتحدث على الأوضاع مراكز الصحية بدءا من مركز العزل ببلدية بنتبية. هذا المركز يوجد به طاقم طبي مهيئ لمجابهة هذه الجائحة، ولكن ما يحتلي هذا المركز العديد وينقصه الكثير. هذا المركز لا يوجد به إلا جهاز تنفس اصطناعي واحد فقط، بينما هذا المركز يحتاج إلى جهاز بي سي آر ومختبر متكامل وعدد يفوق 20 سرير. هذا طيب المركز يوجد يعني لم تستطع البلدية توفير حتى جهاز آخر بجانب هذا الجهاز؟ يعني لا يوجد به جهاز واحد ويتم تناوله على التوالي بين المرضى للأسف. نجو لمركز الفلترة والأمراض التنفسية بجرمة هذا المركز عكس مركز العزل ببنتبية. هذا المركز يوجد به جميع المعدات وجميع الأجهزة، وبالأمس القريب كان به افتتاح لغرفة عناية فائقة، ولكن مركز التنفسية بجرمة لا توجد به عناصر طبية مساعدة مهيئة لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.
بينما مركز العزل بالغريفة وأوباري تم صيانته منذ أكثر من 6 أشهر ولم يتبين عليه أي ملامح بأنه مركز للعزل، حيث أنه يفتقر لجميع الأجهزة والمعدات والعناصر الطبية والطبية المساعدة. لا يوجد له أي ملامح بأنه مركز للعزل إلا وعودا من وزارة الصحة بتوفير ما ينقصه، ولكن نعم من الواضح بأنها مشكلة عويصة لا يتحملها طبعا مسؤول واحد أو أفراد بعينهم. الحيطوم، هل هناك تجاوب من المواطن في الشارع لهذا الوضع الخطير؟ نعم هناك تجاوب، ولكن ما نقدرش نقوله أن المواطن في أوباري أو في البلديات المجاورة أنه هو ملتزم التزام تام. يعني احنا زي ما لا يخفى على احد الوضع المعيشي والاقتصادي بمنطقه أوباري او وادي الحياه وضع مزري جدا. هذا حتم على المواطن انه هو يخرج سعيا لتوفير. طيب لا باس، يعني نعم لا باس، ولكن هناك لربما التزام بالقواعد، قواعد التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامه. نعم يوجد بشكل كبير، يعني نرى هذه المشاهد في المساجد، ولكن يختلف الوضع تماما في الطوابير الطويله، في المصارف، في الساحات، في الاماكن العامه لا نرى الالتزام التام من قبل المواطن. اذا اشكرك جزيل الشكر مراسلنا من أوباري عبد السلام الحيطوم، وضعتنا في الوضع الوبائي في بلديه أوباري. مشاهدينا فاصل ومن ثم لنعود، ابقوا معنا. من جديد نرحب بكم. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها تسجيل 91 إصابة بالفيروس و6 حالات وفاة في بلديات الجنوب. الوضع الوبائي في مدينة سبها الأمانة في زيادة كبيرة في عدد الحالات. العدد الحالات يعني في الأيام الماضية يصل حتى 60 حالة موجبة من بين ممكن 100 عينة يتم أخذها. يصل عدد الحالات احيانا الى 60 او 70% من عينات او المسحات الماخوذه في المدينه، وهذا امر خطير جدا في ظل عدم التزام المواطن بالتباعد الاجتماعي او بساعات الحظر زي ما تشوفوا. يعني سبب الانتشار اللي هو عدم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، عدم التزام بساعات الحظر، ايضا ممارسه النشاطات الاجتماعيه زي المآتم والافراح بشكل مزدحم جدا، وهذا امر خطير جدا ساهم في انتشار الحالات يعني او انتشار الاصابات بشكل اكبر. لا توجد امكانيات علاجيه بشكل جيد، المواطن يشتري معظم العلاجات يشتريها من الصيدليات، من الاماكن الخاصه. دعم الدوله الذي وصل في البدايه من قبل ممكن 9 او 8 اشهر انتهى بالكامل. عدد الحالات كبير جدا، وفي غلاء كبير جدا في اسعار الادويه، حتى ادويه الوقايه زي فيتامين سي والزنك والهيبارين ومضادات التخثر كلها في ارتفاع في السعر، فلا يستطيع المواطن محدود الدخل ان هو يعالج او يتكفل بعلاج مريض كورونا لمده 21 يوم او اكثر يعني. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا مراسلنا من مدينة سبها رمضان كرنفودة. رمضان نرحب بك. من الواضح بأن الوضع في أغلب المدن الليبية هو متشابه تماما، أليس كذلك؟ نعم صباح، الوضع الوبائي في ليبيا متشابه، ولكن ربما نكون في مدينة سبها وهي عاصمة الجنوب الوضع فيها الوضع الوبائي يزداد سوءا يوما بعد يوم. يعني حسب التقرير أن ارتفاع الإصابات وكذلك حتى الوفيات، يعني اليوم كل يوم نسمع بوفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، خصوصا يعني هناك كبار السن، وأيضا بالأمس كان وفاة شاب يعني من جراء الإصابة بفيروس كورونا. طيب على ماذا يعني يرجع؟ لماذا هذه الأعداد الزيادة المتزايدة خصوصا خلال هذه الأيام رمضان؟ أولا في مدينة سبها طبعا قلة الإمكانيات، يوجد مركز عزل واحد أو يعني رسمي، وثم استحدث مركز عزل صغير في العيادة التنفسية، وكذلك مركز عزل في مركز سبها الطبي، ولكن يعني لا يسع لجميع الإصابات. والمراكز العزل هذه الصغيرة الآن موجودة في مدينة سبها تستقبل كل الحالات من مناطق الجنوب الليبي، كل مناطق الجنوب الليبي حوالي 16 بلدية. المركز العزل الوحيد الذي يعتمد عليه هو مركز العزل في مدينة سبها. وكذلك انتشار الوباء زاد في يعني عدم التزام المواطنين من خلال يعني ما أثرت في خلال. طيب ماذا عن فرض حظر التجول وإغلاق المحال الذي فرض على المدينة منذ أسبوعين؟ طبعا فرض الحظر الذي تم استجابه له وتم تنفيذه بعض الجهات العامه فقط وكذلك المدارس.
أما المحلات المآتم الأفراح مستمرة، لأن المدينة لا تتحمل إغلاق، حتى إغلاق جزء لا تتحمل. نحن نعلم أن مدينة سبها كثير المواطنين يعني يقتاتون في اللي مثلا يعملون في سيارة الأجرة والمحلات التجارية والمزارع والأسواق الخضار، فإغلاق المدينة صعب جدا. كذلك مدينة سبها تعتبر هي يعني المكان الرئيسي للمرور إلى منطقة بنغازي أو الشمال إلى منطقة طرابلس، فصعب أنك تغلق مدينة تعتبر عاصمة الجنوب، وكل الجنوب يعني يأتي إليها من أجل التسوق. نعم. من أجل الإعلاج. طيب رمضان، نعم، من خلال تواجدك على الأرض في مدينة سبا، هل المواطن يعني يتعاطى بهذه الإجراءات الاحترازية؟ هل هو محافظ؟ هل يرتدي الكمامة؟ هل يعني أيضا المناسبات الاجتماعية هل هي متوقفة أم أنها كما الأول وأكثر؟ بالنسبة لعملية الإجراءات الاحترازية للمواطن، مثلا يتبع الإرشادات التي مثلا قررتها وزارة الصحة منذ عام حول ارتداء الكمامة، هناك نوعا ما، هناك من هو ملتزم وهناك ليس ملتزم. لكن المشكلة أن الكمامة يعني أثناء ممكن ذهابها للسوق أو أثناء جولة السيارة، ولكن المشكلة في الأفراح لا زالت تقام، برغم من أن مناشدة لجنة كورونا من المختبر المرجع بإيقاف التحاليل التي الخاصة بالجواز، عقد الجواز، نعم. ولكن حتى الآن المآتم والأفراح، المآتم تقام والأفراح تقام، وهذه مشكلة يعني التباعد الاجتماعي إلى، نعم، لا يوجد. أشكرك جزيل الشكر مراسلنا من سبها رمضان كرنفودة، وضعتنا يعني في إحاطة كاملة للوضع الوبائي في مدينة سبها. قامت بعثة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة رسمية إلى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان. تأتي هذه الزيارة من أجل العمل على توحيد الاتفاقات السابقة بين البعثة الأممية وليبيا، والعمل على توحيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي كان يعاني من الانقسام. مراسلنا عز الدين بولعوينات والتفاصيل. تزامنا مع توحيد الحكومة في ليبيا من أجل دعم الاستقرار وتوفير كافة الحقوق الإنسانية بعد معاناة ليبيا من الانقسامات، قامت بعثة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بزيارة رسمية إلى المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان. ترأس الزيارة رئيس البعثة السيد جان بول رفقة رئيس مجلس إدارة منظمة التعاون والإغاثة وعدد من مندوبي المنظمات الحقوقية والمهتمين بالشأن الإنساني في ليبيا. طبعا اللقاء هذا جاء في وقت مناسب، لأن حاليا فيه مراجعة في مجلس حقوق الإنسان في جنيف للوضع في ليبيا، فالمفوضية في بيانها وضحت المجهودات الطيبة والعمل الذي قامت به الحكومة الليبية، وخصوصا فيما يتعلق بمجابهة الشبكات الإجرامية اللي مطلعة بالتهريب والاتجار بالبشر، وعمل الحكومة على تفكيك هذه الشبكات. تأتي هذه الزيارة من أجل العمل على توحيد الاتفاقيات السابقة بين البعثة الأممية وليبيا، والعمل على توحيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي عانى الكثير من الانقسامات ومناقشة مواضيع المصالحة والعدالة الانتقالية، وتم التركيز على موضوع المهاجرين واللاجئين لأنها كانت من الأبرز والأهم خلال الاجتماع. اليوم الدولة الليبية تمر بمرحلة جديدة وبنشأة جديدة، هو اعتماد حكومة الوحدة، اعتماد حكومة الوحدة الوطنية اليوم وأدائها اليمين أمام مجلس النواب الليبي، فهذا اعتماد الحكومة يساعد المجلس الوطني في الحرية العامة وحقوق الإنسان في أداء عمله بكل إريحية، بتعاملها مع الحكومة، حكومة موحدة، حكومة تشمل جميع أطياف الشعب الليبي، فهذا يعني يكون مساعد جدا للمجلس الحرية العامة وحقوق الإنسان. وفي ختام الاجتماع طالب المبعوث السلطات الليبية معالجة ملف الهجرة وتوفير كافة المسارات الأمنية، كما نوه أنه يجب على المجتمع الدولي مراجعة سياسة ملف الهجرة والمهجرين، وذلك من خلال إطار فتح باب التعاون والشراكة مع المجلس الوطني والمفوضية السامية في ليبيا التي تعمل على دعم السلطات الليبية بالتعاون في ملف النازحين والمهجرين. عز الدين بالعوينات، دبليو تي في، طرابلس. معنا حول هذا الموضوع علي المختار يونس، عضو مجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان ومدير الإدارة. أستاذي الفاضل، نرحب بك. يعني كيف كانت زيارة بعثة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى ليبيا وأهمية هذه الزيارة؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. نشكركم على هذه الاستضافة ونشكر السادة المشاهدين. طبعا نعطي لبدة مختصرة على المجلس الوطني حريات العامة وحقوق الإنسان. أنشئ المجلس بموجب القانون رقم 5 لسنة 2011 صادرا عن المجلس الوطني الانتقالي، من ضمن أهدافه تعزيز حريات حقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان والدفاع على قدر الإمكان وإيصال صوت المواطن للجهات سواء المحلية أو الدولية في الدفاع عن حقوقه. أما بالنسبة للنقطة الثانية، فكانت أول زيارة هي كانت لبعثة الأمم المتحدة في 23/2/2021 لرئيس قسم حقوق الإنسان في بعثة الأمم المتحدة، وثم كانت الزيارة أمس لرئيس بعثة اللاجئين في بعثة الأمم المتحدة، فكانت زيارة موفقة. وكانت أبرز النقاط اللي تم مناقشتها في هذه الزيارة هي معالجة موضوع الهجرة غير شرعية الآن اللي بدت شائعة في ربوع مناطق ليبيا، معالجة موضوع المهجرين وما يعانوه في أماكن الاحتجاز، وأخذ هذا الملف بعين الاعتبار لأنه هو ملف كبير هلبة في الدولة الليبية، وملف هذا لا يمكن للدولة الليبية بروحها أن هي تسكر الملف هذا بدون وقوف دول الجوار المنبع منهم المهاجرين بمعالجة هذا الملف. وللبعثة دور كبير طبعا، يكون دورها كبير بمطالبة المجتمع الدولي في هذا الملف بالأخص. طيب نعم، هذا ما تم الاتفاق عليه. طب ما هي الخطوات الأولى لها للبدء في هذه الملفات فعليا؟ هي طبعا كخطوات أولى زي ما قلت لك الآن بنضع قاعدة مشتركة بيننا وبين البعثة. وطبعا النقطة اللي حتساعد المجلس وقلتها في تصريح الصحفي اللي مراسلكم أنا ونعودها الآن على قناتكم موقرة، نعم، اللي ساعد المجلس الآن بإذن الله باعتماد حكومة وحدة وطنية بحكومة واحدة بمجلس نواب واحد يساعد العمل أكثر، لأن حيكون في بسط أمن أكثر وحتكون العمل مسير أكثر، ونتأمل بإذن الله دعم الحكومة للمجلس أكثر، لأن العمل هذا يحتاج لدعم كبير سواء مادي أو معنوي من اتجاهين. طيب هل تتوقع بأن المجلس سيعمل بكامل طاقته وبكل حرية داخل ليبيا؟ بإذن الله المجلس حيعمل من داخل ليبيا وبكل قوته، زي ما قلت لك مع العهود اللي التقناها من السيد عبد الحميد دبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، من السيد عضو المجلس الرئاسي السيد عبد الله اللافي من رئيس المجلس الرئاسي، وعود مطمنة. حيكون شغل المجلس أكثر، حيشتغل المجلس في يأخذ يعني ملفات مهمة جدا، ومن أبرز هذه الملفات بإذن الله المجلس اللي هيهتم بها اهتمام، حيكون فيه اهتمام كبير، ملف المصالحة الوطنية وملف العدالة الانتقالية إن شاء الله. طيب هل توحيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيأخذ وقتا طويلا؟ هو بخصوص النقطة هذه، المجلس ليس منقسما كرئاسة، هو في بعض الموظفين أخذوا طريق آخر فقط تغيير. إحنا الآن من قناتكم الموقرة من سنة 2015 من يوم استلمنا مهامنا في مجلس الإدارة فاتحين أبوابنا ومادين يدينا للجميع والسلام، والموظف ما عندناش عليه أي إشكال، باب المجلس مفتوح يتفضل ويباشر عمله من داخل مقر المجلس في العاصمة طرابلس، ما فيش أي إشكال مع أي موظف، نعم، يحميه القانون وبالقانون يأخذ حقه بإذن الله. نعم، إذن أشكرك جزيل الشكر السيد علي المختار يونس عضو مجلس الوكني للحريات العامة وحقوق الإنسان ومدير الإدارة. بعد توقف المنظومة الخاصة باستخراج الجوازات في الجفرة نتيجة التغيرات المستمرة في الوضع الأمني والتي كان آخرها تفاقم الوضع الوبائي بعموم البلاد، تعود مجددا للعمل تحت إجراءات احترازية مشددة. زبير العربي والتقرير التالي. بعد عناء طويل عاناه المواطن من التوقف المستمر لمنظومة الجوازات بالجفرة نتيجة للتغيرات المستمرة في الوضع الأمني وآخرها تفاقم الوضع الوبائي لجائحة كورونا بعموم البلاد، فرع جوازات الجفرة بمدينة هون يعود للعمل وفقا للإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا. تم اليوم استئناف العمل بفرع جوازات الجفرة لتصوير المواطنين بعد توقف هذه المنظومة لمدة سنة كاملة نظرا لظروف البلد التي كانت في السابق، وقمنا بالعمل وفقا للإجراءات الاحترازية من جائحة كورونا
فقمنا بإعلان المواطنين في عبر صفحة فيسبوك وفق لقوائم معدة مسبقا للقبول، وكانت العملية الحمد لله سلسة، وتجاوب المواطنين على ما قدمناه من تعليمات وفق لاحترازية جائحة كورونا، وكان تجاوب ممتاز. تحسن كبير شهده المواطن الآن وفي سرعة الإجراء، حيث قام الفرع بتطوير المنظومة الخاصة به لتسهيل العمل داخل الفرع بهون، بأن نقوم بتغيير نظام المنظومة من نظام A1 في الاتصالات إلى نظام الربط الشبكي، الذي كان هناك فرق كبير بين هذه الأنظمة. فكان الأول على سبيل المثال السرعة متاعها 518، والثانية يعني في هناك فرق كبير، كانت سرعتها 10,000، يعني فالفرق كبير، مما أدى هذا إلى زيادة السرعة في الإجراء المنظومة. وكذلك قمنا اليوم بتصوير 100 معاملة ما شاء الله لمدة حوالي من الساعة 8 إلى هذا الوقت، وهذا العدد المحدد لنا لفرع جوازات جفرة في اليوم 100 معاملة لمدة 4 أيام. حق شرعي للمواطن الليبي، جواز سفر بات حلما يصعب على المواطن نيله، وهنا وكما في كل مرة يأتي المواطن متخوفا من عودة إغلاقها مجددا. لقناة WTV الزبير العربي، مدينة هون، بلدية الجفرة. قامت منظمة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية في درنا بتوزيع صناديق النحل على بعض المواطنين كمشروع بديل عن قطع الأشجار وإنتاج الفحم الذي يهدد الصبغة الزراعية والتنوع الحيوي في منطقة وادي الناقة غرب المدينة. إبراهيم غضبان والتفاصيل. بعد محاولة التعدي على الصبغة الزراعية بمنطقة وادي الناقة غرب درنا، تداركت منظمة الحياة هذه التعديات واقترحت تقديم مشاريع بديلة عمن يقطعون الأشجار لغرض الاتجار بها كأكياس للفحم وغيرها. فقامت بتوزيع ما يقارب 30 صندوقا للنحل ذات السعة الكبيرة دعما للسكان المحليين لتوفير عسلهم ذو القيمة الغذائية والمادية العالية. صندوق خلية مشروع ناجح، ويجب من 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 مواطنين ومن الحكومة دعم هذه المنظمة. يأتي المشروع تحت برنامج معا من أجل الحفاظ على مقدرات وادي الناقة الطبيعية، وهو برعاية الاتحاد الدولي لصون الطبيعة BBI أوسكان 2، ويهتم بالمبادرات الصغرى لمنظمة المجتمع المدني بشمال إفريقيا. نحن لما نحكو على التنوع الحيوي، فبالتالي لابد من توفير بديل لهؤلاء السكان المحليين. كجزء من دعم منظمتنا للسكان المحليين، قمنا بتوزيع صناديق النحل ذات السعة يعني الكبيرة لتمكنهم من إنتاج العسل، فبالتالي يهتموا اهتمام كبير جدا بهذه المهنة. ولأهمية المشروع وندرته، قام مراد بإعداد رسالته العلمية الدقيقة الدكتوراه حول هذا المشروع بالتحديد. وفقت أن يكون هذا المشروع كجزء من نيل متطلبات درجة الدكتوراه بجامعة نيرست يونيفرسيتي في شمال قبرص. هذا المشروع يعني يعمل على يعني حماية التنوع الحيوي بمشاركة السكان المحليين لما لهم من دور كبير. مثل هكذا مشاريع تحتاج دائما لدعم الحكومة لتتسع رقعة الاهتمام بالبيئة والتنوع الحيوي، خاصة في المناطق الغضة التي تعرف بالطبيعة الأم، ودعما للسكان المحليين بمشاريعهم الصغرى. إبراهيم غضبان، WTV، وادي الناقة، غرب درنا. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة هنا ليبيا لهذا اليوم. دمتم في رعاية الله.